قلت غادي نديرو ان سبيسيال اونفون. نعم. غادي نديرو اي دي مادلين صالي هنايا اللي يحبوهم بزاف دراري. حنقدمو كذلك ديك خوك اللي خيرنا المنيو اللي يحبوه ولادي بزاف. نعم. صافي ليا محبوب عند الاطفال تاوعي بزاف. قلنا عندنا لهنا دي مادلين صالي، عندنا ديك خوك دي بولي لهنايا فارسي اوف فرماج. حنا لهنا عندنا دي ميني فيغين لهنايا اباز دو ليغيم لهنايا اللي درناهم اباز دو بيغي دي ليغيم. والتحليات واش عندنا؟ عندنا لهنايا هاد لي بواط هادوما واش غنعمرهم؟ حنعمرهم بحليب محلى بادواق مختلفه. صافي نخدمه اوليو زعما نشريوه نخدمه في المنزل. نعم. واش عندك شيف صغير؟ الله يبارك. يوبا واش راح طيب لنا؟ واش راح طيب لنا؟ يهضر باش يسمعوا. ها؟ واش حيب الطيب؟ قول. انا اليوم راح اكل دقيقه مبوس واحد يعني ما منسخفكمش. اوكي نعم. وحنديروا كذلك لهنايا عصير طقاويل سبيسيال الاطفال. نعرفوا الاطفال تاعنا الصباح دائما يصبحوا كاع عيانين، لازم لهم اوما نديروا لهم هذا حليب كما نقول لك فيه الطاقه اللي باش لا جورني تاعهم ما يجوزوهاش. هما ينوضوا الطاقه للدراري لا مع الصباح ينوضوا كاع فنيانين بالسي باش ينوضوا يلبسوها هما بندل عندهم لينيرجي ما شاء الله. والتحليه كذلك حنقدم لهم لاميرانغ. لاميرانغ اللي يحبوها بزاف الدراري كما قال صالح لا دنيا فوا الدوابه. نعم نعم. هنايا لازم نذكروا بقعة سريعة لهنا باش نقدروا. حنا عندنا لهنا لي مادلان ولا دي موفون لهنايا. واش عندنا؟ عندنا ثلاث حبات تاع البيض، عندنا كاس تاع الحليب، عندنا لهنايا نص كاس تاع الزيت، عندنا كاس تاع الفارينه. هنايا نديروا من داخل لهنايا باتي لهنا درنا باتي ذوق الدجاج، كمية تاع الزيتون وكيس تاع خميرة الحلويات. لهنا نخلطوا كاع هذاك الخليط، ومن عندنا لهنا الليمون لهنايا نعمروهم. لازم نعمروهمش مليح. الله يبارك. ديما يجيك شيف. اها. شيف تعاونيني اليوم. شاطر. نعمروهم وندخلوهم على الفرن لهنايا نديرهم على 150 درجة ونخلوهم يطيب. تخي بيان. ساهلين هذوما. هنا لي كروكات واش عندنا؟ عندنا كمية تاع الدجاج هنا نديروهم بالدجاج لهنايا. عندنا الدجاج مفروم، نديرو شوية تاع البصل، شوية ملح في الكحل، وكمية تاع المعدنوس. لهنا نضيفوا له حبة تاع البيض، ومن بعد نشكلوا لهنايا كريات نفرسوهم داخل بالجبن الأبيض. نعم. ومن بعد نمارينيوهم لهنا في لاشابلير ونقليوهم. لي فيغين هذوما اللي متواجدين في الأسواق ديجا مقسومين هما، صافي نخدموهم ديزيطار. حنا لا بيغي تاعنا واش درنا؟ هنا عندنا البطاطا. البطاطا بعد ما غليناها صفيناها مليح درنا لها كميه تاع زيت الزيتون، شويه تاع الملح، وجبن ابيض، شويه تاع المعدنوس. هذا ما كان خاص هنايا لهنا ميم الدراري اللي ما يحبوش ياكلوا ولا هادو ما كيشوفوا فيهم دي كولور ولا يقدروا ياكلوها. عندنا لهنا كان كذلك لاكاروت لعنا بعد ما غليناها ضفنا لها كميه تاع جبن ابيض، شويه معدنوس، شويه تاع زيت الزيتون. وهنا البيطراف. حنا دائما واش نديروا؟ عندنا كل في البيطراف بعد ما غلينا ضفنا له شويه زيت الزيتون، جبن ابيض، وكميه تاع المعدنوس. هذا ما كان. ومرحبا لي فيغين تاعنا، نسبقوا دائما لا كولور اللي تكون فونسي نديروها من التحت. عندنا لهنا البيطراف، ومع نزيدوا الزروع الجزر، ونزيدوا لهنايا كميه تاع لا بيغي تاع البطاطا. نعم. انا نروح كي نشوف الدراري غير قدام الوصفه. نعم. نروحوا للتحليه تاعنا لهنايا. قلنا هاد لي بوكال ديجا راهم متواجدين في الاسواق، واللي نشرو حاجه اللي على بالنا هنا وشحال نخدموا الاطفال تاوعنا. صافي نقدروا نخدموهم لهم، ومام كي يديهم لاكريش معاهم يقدروا يديهم على المسيد ولا يقدروا يديروهم. واش عندنا؟ عندنا لهنايا نص ريتلا تاع الحليب. عندنا ريتلا تاع الحليب واش نديروا فيها؟ عندنا زوج ملاعق تاع لا مايزينا، عندنا لهنايا ثلاث ملاعق حتى اربعه تاع السكر. نطيبوهم مليح على نار تكون مليحه، غير نخلوهم نشوفوا حيبدا يعقد هذاك الحليب تاعنا يبدا يختار شويه. نحوهم ومن بعد واش نديروا؟ نخلوه يبرد، ومن بعد دون ان بلاندر كي نعاودوا نرجعوا هذاك الحليب تاعنا لداخل بعد ما كان لهنايا طيبناه وبردنا، نضيفوا له ملون لهنا، ملون غذائي، كل واحد واش عنده موجود على حسب الاذواق اللي يحبوها. ومن بعد نعمروهم داخل هذوك لي بوكال تاعنا، نغلقوهم ونخلوهم يكونسيرفيو اوما ثلاث ايام. نروحوا لهنا حليب الطاقة. نعلي الزهرة راني هلا. نعم. حليب الطاقة باش الأطفال تاعنا الصباح كي ينوضوا ما تكون عندهم شوية تاع الإنرجي. واش عندنا؟ عندنا نص ريتلة تاع الحليب، عندنا حبة تاع الموز، عندنا 100 غرام تاع اللوز، وعندنا 100 غرام تاع الزبيب. هنايا كلش بارد في بارد، نرحيوه ومن بعد نعمروه داخل لي بوكا. ساهل. لاميغانك، لاميغانك اش عندنا؟ عندنا زوج باية تاع البيض، عندنا لهنايا 200 غرام تاع السكر. لهنا نطلعوا لهذاك الباية تاع البيض، نطلعوا بشوية تاع الملح، نطلعوه مليح، ومن بعد نضيفوا له
هنايا السكر هذاك تدريجيا كي نطلعوه مليح نديروه بي ماغي لتماك نحطوا هذاك لاكريم تاعنا نحطوها من الفوق ونقعدوا نضربوا لمده 10 دقائق وما نسيبو خاطر على هذاك السكر والبيض لازم يطيب لنا. نعم لا انا موالف مع الدراري في لاكويزين على بيع موالفين موالفنا معاه صافي على ما ديرونجيولاش. ومن بعد نشكلوا هنا دي غوزات ولا نطيبوهم في الفرن على لازم الفرن تاعنا يكون سخون مليح ومن بعد نقصوا كامل في درجه لا اقصى درجه تكون قليله كامل ندخلهم يطيبوا لي مده 15 دقيقه ومن بعد نطفيو لهم نخلوهم لداخل باش على يشدوا لنا يولوا مقرمشين وما لازمش يحمروا لنا بزاف. هذا ما لازم يغاديو لا كولا. نعم نادي نقول لك بون كوراج ميرسي مع هذا كامل ربي يعينك ربي يخليك مروه ان شاء الله.